لا يستطيع الثور التمييز إذا كنت تريد مهاجمته أو تتفرج عليه طالما أنت على مستوى نظره. لذلك يستطيع أي شخص التغلب على الثور إذا انخفض قليلا عن مستواه، لأجل هذا سمي ثورا. إذا قابلك ثور في الحياة أو قابلتك الدنيا ثائرة، فانخفض قليلا ريثما تمر العاصفة وابشر بالسلامة. هذا ليس ضعفا، إنما الغباء أن تجعل رأسك برأس الثور. دعه لثور مثله واستمتع بالحياة. وهنا ترون أحد الألعاب المشهورة في دولة إسبانيا التي يظهر فيها الناس منخفضين الرؤوس ليصلوا إلى بر الأمان بعيدين عن ثور هائج. ليست المواجهة هي الحل دائما، إنما الذكاء هو كيف أن تقوم بمواجهة الحياة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل